شوفوا من هنا انت لايراسيون تاع كليماتيزاسيون من هنا تسكرها، من هنا تجيك لهنا في وجهك هكايا، كي تعمل من هنا تولي تمشي على جنب باش ما تجيكش طول في وجهك، عينيك تولي دمع ولا حاجه. هذه انا اول مره راه في كهرباء بلشني كهرباء، هذه اليوم معانا الهوندا شيرفي نكتشفها مع بعض. داخل بالطبع كما قلت لك هوندا هي تمركز روحها كانها مارك تكون اكثر من جنراليست شويه، دونك لهنا لازم تميز في الديتاي. لهنا كونتر بورت برك نلقاو في السيميل كبير لهنا البيانو بلاك وين البوتون تاع الفيتر الانتريك الكروماج لهنا يعاود يرجع لكبير باش انت حتى كي تحط مرفقه لهنا في لي لونتراجي ما تعباش خاطر كهرباء سونسي انها تكون تاع دي لونتراجي تويتر من الفوق واوتر لور من اللوطا لاكودوار يقف في النيفو نتاع البونكيت في دو بورت غوبلي دو زيراتور مغادي للكليماتيزاسيون وزوز شارجور تيب ا كلي يو اس بي معناتها مول 12 فولت لهنا الحاجه الباهيه لهنا عندك تحط تليفونك يتشارجي والا مثلا تليفونك تنجم تحطه زاد لنا عاملين بوشيت واحده راه واحد للتليفون بخلاف انه فما بوشيت اللي تحط لومونياك وين تحط مجله والا حاجه. الحاجه الجديده اللي قلت لكم عليها واللي هي هذه دونك واللي هي بالنسبه للتوا الفيترين تاعها توا فيترين تاعها بانوراميك هذه تنجم انت تحل هكا الستاره تاعها وتنحيها وحدها. دونك الحكايه ممكن تشوفها كي تعب ولا تقلق ولا حاجه، لكن شنو هي الافونتاج تاعها انك انت كان تحب انت على الاضاءه اليمين ما يحبش دونك تنجم تحل روحك وحدك وتنجم زاده ترجعها كيف ما كانت هكا. عمليه الترجيع والتنحيه سهله على الاخر الحقيقه ما تستحقش حتى علم ولا حاجه، جوست حاجه. وعندك لهنا زاده
يعطيوك هذه وين تحط فيها اذا نحيتها من الزوج تحطها فيها وتحط في المال نتاع الكهرباء. هذه هي السنتور سنترال نتاعها ملاوينها لو زمانيا لي بلافوني لي بلافوني حطهم هوني هاكا مغادي مغادي بالال اي دي زيد مغادي. دونك هذا التليفون نتاع الكهرباء يلا نشوفوا قدامي. نجيو توا لقدامي نتاع الكهرباء وهذا اللي يتبدل بشكل جذري بالنسبه لهالشرفي هذه واللي قبلها. دونك لهنا برسمي كل شيء جديد ولهنا نشوفوا ليدونتيتي الجديده نتاع كرافوندا. دونك انا علاش نقول لك هكا خاطر انا جربت سيفيك جديده حكيت عليها ديجا عندي فيديو وحكيت عليها شرفي جديده وحتى السيرفي جديده زاد شفتها. هذوكم يتبعوا الكل نفس ليدونتيتي توا كان تحل توا جوجل ولا تغزر لهم وكل نفس ليدونتيتي. احنا في تونس ليدونتيتي جديده نتاع هوندا نراوها في الكهرباء هذه وحتى في السيتي زاد شويه ديجا السيتي فيها فيس ليف نتصور باش يجيبوا زاد في تونس. اول حاجه نبدا نحكيو عليها واللي هي الكونتربور تاع الباب القدامي. دونك ما قصروش في ميسون لا من قدام لا من تالي عندنا الكروماج عندنا الكوير عندنا البيانو بلاك كات فيتر الكتريك نتاع الكونديكتور نتاع الباساجي الزوز امبولسيون عندنا التلفزيون الرابطابل والالكتريك بالطبع. هنا يعني عندنا مستوى الاضاءه والتراكشن كنترول وعندك زاد وين تحط رونجمون. رونجمون راهو رسمي يعني الورق تحط دبوس حتى من الصدر تحط ده غادي. لهنا زاد عندي قزر وعندي زاد بلاست وين تحط دبوزه. الفولون نتاع هوندا اللي نعرفوه برسمي مزيان برشا بالبيانو بلاك عندنا على اليسار نتاع الفوليوم تزيد وتنقص الهوم تهز وتعلق نتاع الميكرو. لهنا عندي بالبوتون ستار ستوب رسمي بالطبع الكهرباء تخدم. لهنا فما حاجه استغربتها من هنا واللي هي شغل هنا عندنا كروماج يبدا من غادي يجي لهنا يتبع التابلو دبور من هنا ويجي يعاود من هنا يتبع من هنا ويجي من هنا يتبع ويرجع. لكن لهنا غفلوا عليه لهنا ولا مش غفلوا من هنا ما حبوش لهنا قص عليه. دونك يتبع عندنا بلاستيك وين تحط الرونجمون من غادي. لهنا الكليماتيزاسيون اللي معنا اليوم اوتوماتيك كما قاعدين نشوفوا فيه هو زون واحده. اللوطه عندك وين تحط اللونات كما قاعدين نشوفوا محطوطه اللونات على اليمين فاست تشارجر وعلى اليسار باش تكونكتي اندرويد اوتو ابل كار بلاي. لهنا وين تحط رونجمون تاع التليفون ولا حاجه وعندك زاد 12 فولت من غادي والا 180 واط ماكس. البوات اللي معنا اليوم اوتوماتيك سي في تي من بعد تيست درايف نحكيو عليها اكثر فيها بالطبع المود سبور. لهنا عندي المود ايكو المساعده على النزول الفاند باركينج الكترونيك والبريك هولد دوس حاملات اكواب وهذايا المفتاح نتاع الكهرباء. دونك لهنا كيما فتح هوندا اللي نعرفهم كيما تاع سي تي كيما تاع سيرفي من هنا حلان وتسكين عادي على الاخر. انا عندي لاكوبار بالكويس يطلع من هنا فيه رونجمون لا باس فيه وهذه فيه هذه باش ننظفها. دونك تنظفها كي تمسخ ولا حاجه باش تقعدش تنظف طول ما غادي ديك الناحيه تنظفها وترجعها. لهنا عندي بوات بوتاغون ما غادي الرونجمون تاعها دونك هي فيها لي مانيو ديتيليزاسيون تاع الكهرباء اما الرونجمون تاعها لا باس فيه. وشوفوا الفينيسيون من هنا كيفاش لايراتور يتبع ما غادي عاد تبع ما غادي ليني كونتيني كونتيني وما غادي يعاود يرجع فاست لايراتور حكيت لكم عليها قبيل. دونك انا مثال تو شفت لايراسيون جاي الوجه كان نعمل هكا نقصها كان نعمل هكا الوجه كان نعمل هكا باش تمشي على جنب تمشي على جنب باش تجي هكا وهذه فاز بها برشا بالنسبه للناس اللي تقلقوا عينها. دونك هذه تعطيك شويه هذه على اليسار وعلى اليمين اللينات كما قاعدين نشوفوها من هنا وعندي من هنا الشوا راهو ذا ما يتحلش معناتها البلار ما يتحلش جوست هكاك تشوف هاي الستاره نتاعو كذا مانيوال. من هنا عندي فيها الميروار دو كورتوزي بالضوء الكهرباء جديده في المجمع. من هنا زاد نفس الحكايه يجيو ليكرون دي ليكرون هذا سي تاع كرون ستاندار هوندا مثلا فيرسون اوروبي ما فيهش نفس ليكرون فيه كافي بتبع فيها ال دونك هنا عندي الكاميرا اريان عشان قاعدين نشوفوا فيها. الحقيقه تحسنت الكاليتي تاع سياره هوندا في الكاميرا نفكر قبل جربت السيرفي القديمه كانت كاليتي اقل من المتوسط لان هي برسمي تحسنت الوحدين وما فيهش الخطوط يدوروا مع الفولون. نرجعوا هكا فيها الاندرويد اوتو ابل كار بلاي زاد فيها الويب لينك. الويب لينك هذا يصب في تليفونك يولي من بعد كي تعمل الكونيكسيون يولي تليفونك هو غادي كله مش ابليكاسيون ناقصين ولا حاجه كله غادي. ديجا جربتها بتليفوني قبيله وخاصه مشات بالكدا. بالطبيعة عندنا لي ريجلاج عندنا اللونج مثلا اللونج فيها برشا لغات منهم العربيه وكل وعندنا زاد برشا لغات اخرين كاميرا رير وكل هذا يكرام معناتها في الحاجات الستاندار اللي نعرفهم طول في ليزيكرون هذا كلام معلش ديجا انا بدي نركز على ليكرون برشا في الكرام. لهنا عندك الاورديناتور دوبور تاع الكهرباء مكتوب بالعربيه حسب ما فهمت ما تبدلش اللغه معناتها الا اللغه العربيه تتحكم فيه من هنا هو. دونك لهنا انا قبل ما نخرج قبل ما نعمل التراجي نتاعي حطيت التريب ا زيرو والكونسوماسيون ا زيرو باش من بعد في اخر الحلقه نعطيكم قداش عطاتنا. عندك يعطيك الاوتونومي مثلا في المتراج تاع الكهرباء دونك من هنا هكا الكمبيوتر تاع الكهرباء لهنا الافرج الفيتيس وكل الستة حتى تولي لي بارامتر. دونك لهنا نرجعو هكا وعندي مثلا هنا هذه شنو هي هذه تخفيض العرض يعطيك اقل حاجات في الميكرو هذيك ديسبلاي اوف
وهذه نتاع يعطيك شنو كان فما حاجه يعطيك رمسه مثلا عطاني غير في الباب التلاني محكم. وهذا كله بالنسبه للدخلاني نتاع الكهرباء نتعدي ونصبها ونشوف الكومبورتمون تاع الموتور نتاعها. دونك هنا ما درنا في هابطه نستغل الفرصه نجرب ليدو ديسون نتاعها. دونك انا كسر قال لي ثم تشغيل نظام التحكم في نزول المحاضرات تو نصيب انا الكهرباء بطبيعه نتحكم كيف في الفولون وهي تو باش تكمل الهبطه وحدها. دونك النظام هذا في ست ساعات اول حاجه ينقص عليك ستريس تاع الهبطه هذيك تعطيكش حاجه ولا تهبطش في القوي تهرش من الكهرباء. ثاني حاجه اصلا يحافظ حتى على الكهرباء في الهبطه دونك هو كنترولي حتى ممكن تنقص الكونسومسيون شوي. دونك هكا وتعرف توصل حتى ل 20 كيلو متر فراغ مثلا انت كتحب تنزل شوي فمش مثال زمر عليك ولا حاجه تنزل عليها انا شوي خلطها مثلا للدي سيت تبقى هي في الدي سيت لكن الماكسيموم تاعها 20 كيلو متر فراغ مثلا انا تو خلطها على الفان صايب سي بون الماكسيموم تبقى طابت بيك خاطر المونسلون هابطة مش تفهمش هابطة فما هابطة طابت فيها فما هابطة سانك تكفي خاصة كي بكا يس في شوية فور ولا حاجة طوى انا مثلا نعملها ديتكتيفي ونكمل على روحي اثنين باهي لهنا كي هبط الفيديو برشا سألوني على الموتوريزاسيون اللي فيها دونك لهنا الفيرسيون اللي جاتنا مش ليبريد العادية طلع لنا موتوريزاسيون 1500 سي سي 1 لتر 5 اللي اعتدنا به عند هوندا ديما تعملنا 1 لتر 5 ويطلع بالضبط 119 حصان يعطينا 145 نيوتن متر. هنا يعني ممكن تراهم ارقام صغيره لكن هنا لازم نفهموا التوجه نتاع الكهرباء ساعه قبل ما نحكموا على الارقام ولا على الكهرباء. دونك لان احنا نحكيو على الكاليتي تاع الموتور فيهاش حديث مانيش نقدر نحكيو عليها موتور باهي ولا خايب. هوندا دي اس تو وحدها من غير ما تسحق واحد يحكي عليها. ثاني حاجه واللي الويمز هذوما اللي ترا فيهم مع الجباري كيف هناك الكهرباء كبرت ورزانت اكثر حوالي 1300 كيلو. لهنا التوجه نتاع الكهرباء مش انها باش تكون كهرباء تاع جري وتاع معناتها كهرباء سبور ولا حاجه ديجا هوندا ما عملتش الحكايه هذيك. ديجا هوندا هي توا كي تشوف توا توجه نتاعها في لي مارك في لي موديل نتاعها اي كل موديل قاعد تكبر فيها اكثر السي في كبر اكثر السي تي كبرت اكثر على اللي قبلها الهاش ار في كبرت دونك عباره قاعد تطلع في لي كاتيجوري ولهنا بالنسبه للهاش ار في ولات عباره كاتيجوري تاع انها تكون تاع عائله هكا معناتها مجدور بها في وسط البلاد كيما الترجيل قاعدين نعملوا فيها احنا دونك باي ذا واي احنا خرجنا من النقطه نتاعنا الاولانيه دونك حطينا لها 20 دينار ليسونس بالضبط دونك باش وحطيت تريبا زيرو وحطيت كونسوماسيون باش عاود يعمل لي زيرو وكي نوصل نعطيك قداش عطتنا كونسوماسيون موين قداش عملنا الرحله نتاعنا قداش فيها كان السسبونسيون الحق مريحه تاع 9 على 10 مريحه ماهيش خايبه. الحاجه اللي عجبتني في الكهرباء لاحظت من اول ما طلعت فيها اللي هي البوزيسيون تاع كرسي عاليه رغم انه راه ماهيش سي في كبير لكن بالرسمي البوزيسيون تاع كرسي عاليه بخلاف انه عندنا الكرسي في ريجلاج اوناتور لكن برسم تحس روحك كل شيء واضح قدامك ما يحسكش انت في كهرباء كبيره برشا معناتها ينجح حتى واحد نعرفش انا معناتها حتى مثلا مرات نجم تسوقها ما غير تخاف منها مثلا تقول كهرباء سي في ولا حاجه. لهنا الكوب الحاسمه لحد لازم تنزل عليها تستنى الكهرباء تستناك تنزل عليها دونك مثلا خاطر اول ما تخرج من دون ما تنزل طرف الحقيقه ما زلت ما تراش الجواب لكن اول ما تنزل عليها من بعد باش تسمع باش معناتها الكهرباء باش تجاوبك. يعني نحاول نطلع عليها هكا. إيه لهنا تو ميتين شفت كيفاش لهنا تسمع حس لهنا باش تقول لي بالك الحس تاع الموتور. لهنا نقول لك هذايا مش 100% حس تاع الموتور وإنما الحس تاع البواط. علاش؟ على خاطر البواط معنا اليوم هي البواط السي في تي. السي في تي معروفة روح حتى ما تركبش حتى في مرسيدس ولا في بي ام دبليو في. السي في تي بواط فيها حس هذيك من إحدى حتى ليزانكونفينيون نون ميكانيك عليها خاطر هي الحكاية هذيا ماهيش هما عملوها خلوها تعمل حس دونك هي هكاك. كونسيبسيون تاعها دونك هذا يحس البواط هذه تلقاها في اي بواط سي في تي جرب كهرباء فيها بواط سي في تي لكن الموتور ليزولاسيون تاعو حتى باش تعرفها حتى في ابا فيتيس ما فماش حس دونك هذيك البواط اللي فيها تاعها البواط سي في تي. لهنا حاجه اخرى عندنا شو اسمه هو لهنا نحاولنا لي باليت ولي حاجه باهيه الحق خاطر زايدين صراحه في بواط سي في تي زايدين واللي ما يعرفش بواط سي في تي نخلي لك تو سوجيسيون حكيت على البواط سي في تي تاعها البوات سي في تي اون جينيرال اش معناتها خاطر ما فيهش هي غيرمون فيهش دي رابور وين حتى كان يحط لك دي باليت هذوك دي رابور فيرتويل باش يعطيك السونساسيون خاطر قبل الهوندا سيتي في بالي كانوا فيها لي رابور ديجا تو هي فيها لي رابور رغم انها بوات سي في تي لكن راهم زايدين ما عندهم ما يعمل كوتي ميكانيك كوتي كي انت تحس الحكايه كهو. بالنسبه للسيكوريتي عندنا عندنا لابيس عندنا تراكشن كنترول عندنا البسي سير باج عندنا معناتها هذوما معناتها بالنسبه للسكيورتي هذيك مساعده على النزول مثال لهنا كيما قاعدين نشوفوا نعملوا فيها في تراجي عادي ما تراجي نجم يعملوا اي واحد اي كونسوماتور ياخذها مثال
شوي وسط البيت شوي وطرود. كل ما تزر بطبع يخنق، كل ما تزر اوتوماتيك، كل ما تزر ما شاء الله. جست توجي شوي نخرجوا على الطرود شوي نجربوها في المود سبورت، ديجا فيها المود سبورت وفيها المود ايكو. دونك لان احنا في وسط البلاد نستغل الفرصه نحطوا مود ايكو. ديجا اول حاجه تلحق البيسونس، ديجا هو في المود ايكو ما عادش يعطيك البيسونس 120، يعطيك اقل. علاش؟ خاطر هو بالنسبه لي باش ينقص لك الكونسوماسيون. دونك هنا حتى الحس توت الموتور قل برشا ولا تكرب هاد برشا، هي اكثر كومفورت في وسط البلاد صراحه. الديريكسيون الحاجه اللي عجبتني البولون تاعها مش خفيف رزين، كي تحس تعرف مع ظهر الكهرباء قاعد توصل في مساج راهي رزين تاع انسان رزين مش شوقه يجري بها. كرهوا مصيبتك الميساج ديجا حتى تشوفوا كيما حكيت لكم قبيله في الداخليه نتاعها منتال كيفاش منتال لهين بها برشا. دونك تقول لك هذه صايره عائليه نتاع واحد بشي شوي بشوي معناتها يسيس عليها. شوف حتى في الموديكو ما بقاش برشا حس يدي بيا برشا ويشعلك مغادي خضراء زعما انت ما معناتها واحد خدم موديكو يعني. الفريناج تاعها باهي برشا الحقيقة، ما في حتى مشكل. فران ديسك من قدام ومن تالي، والعجلة اللي معانا بار 18 بعد تقريبا كمان كل شيء بعد نعطيكم الكونسوماسيون موين قداش تعطي وكيك هكونوا كمان الفيديو نتاعنا. الحق الركبه ماهيش خايبه في الكل معناتها ككونفور ماهيش خايبه. هذه قبيله قلت تفاصيل قلت لكم حكيت على الداخلاني. دونك هوندا حتى ما تحسش روحك ما تشوفش روحك كمارك جينيراليست كيف مثلا حتى المنافسين العاديين. دونك تشوف روحك كمارك انك تحاول تكون اكثر احسن شويه في الكاليتي وفي الكونفور حتى كان تلقى اوبشنات اقل. وهذا راهو يرجع حتى الكونفيغوراسيون راهو خاطر هنا حتى كان فرش الفيديو نتاع الاوروبي راه فما ديزوبسيون اكثر وقت في بكدي. اما هذا يرجع الكونفيغوراسيون حسب السوق وحسب تكبرات الشروط بالطبع. في اللي فيه ولا في ساعه فيها الاوتو هولد اللي هي كرمه ما تاخذلكش. ممكن اللي هي البوتون من هنا البريك هولد مثلا نزل عليه غالي مثلا كهرباء ما توخرلكش معناتها حتى في اللي فيه تسيب الكدا تحافظ حتى على الفيتيس تقعدش تحط ان ومرة أخرى دي ولا بي. ساعده ولا حاجه ميزان حتى ورقه فيها ثلاثه من الناس ثلاثه ساعده هي توفر موديكو حتى يعلم سر الجو
طبيعة مش كيف تجيبه في المود العادي في المود سبور. لكن ما تعرف شو تخبيك أكل المود يقول إيش على الأخر ولا حاجة. ولهنا توا نذكر يمكن الفيديو متاعنا عطيك من كونسوماسيون دونك احنا مشينا بها أكثر من 10 كيلومتر كي 11 12 كيلومتر عطاتنا كونسوماسيون تاع 11 نيتر على 100 كيلومتر هذا يراو فيه كيلومتر زاد يخدم ما قصرش محطوط زاد عالي وكل. لأن في زاد موديكو مع مود سبور مع سعادي مع كذا هذي مخلط برشا نتصور حتى انت تنجم تعمل اقل بالطبع مش تحط مسكو مش كيف الكل في مزور خاطر قاعد يخدم ميرونفنية كاملة. وهذا هو بالنسبة للكارفتان. اذا عندك اسئلة مرحبا بيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.